شنو قال الوداد اليوم بعد هذا التالق اللي شفنا المباراه الزمالك كانت مباراه جيده جدا كاينه المباراه والمعوره علاش اليوم الوداد شنو كان ناقص الوداد في هذه المباراه باش يكون متالق بحال باقي المباريات اللي كانت سابقا اليوم الصراحه ما كناش في المستوى ديالنا واش الضغط ديال لا كاليفيكاسيون انت عارف مي كان واحد الفرقه اللي ما كانتش والو ما تخسر لعبت الكره ديالها مرتاحه جات دارت لا بريسيون جات لعنا ما عندها ما تخسر وحنا اللي كان عندنا كلشي نخسروا شفتوا الفرق كاملين اللي كانوا الاولين في الجروب تقصوا يمكن دخلت في الضغط ديال الدراري واش راني فرحان من اللعب اليوم لا واش فرحان لا كاليفيكاسيون بيان سور علاش اللي كيامني واللي كيامن اي ودادي ينتاهلوا ولا كنتي قلتي لي الاداء اليوم لعبنا تيكي تاكا وتصايدنا في الاخر في بينالتيات كنتي غتقول لي علاش لعبتوا الكره اليوم تادبتينا على واحد الفرقه اللي قويه قلت لكم ماشي سهله الاوليه في البطوله ديالها فولي فيليسيتي برافو عليهم حكا اللي كيامنا حنا اليوم ما غاديش نهضر على الاداء على كل شيء هادشي من الاول العام كنهضر على هادشي كضحكوني في هادشي اللي مهمه هي الوداد هي في دومي فينال وهذه اللي كيامني انا اليوم اللعب ديال الكره اليوم ما كانش الماتش ديال الكره كان ماتش نتاهلوا وديرناها مزيانه بغيت نشكر اللعبه ديالني الصراحه تقاتلوا حتى الدقيقه الاخيره وبغيت نشكر الجمهور ديالنا حرام ما ندوزوش اليوم على هاد الجمهور وعلى هادشي الدراري تقاتلوا حتى الدقيقه الاخيره باش يجيبوها وباش يفرحوا الجمهور ديالنا الجمهور كبير شفتوهم الدقيقه الاوليه حتى الدقيقه الاخيره كانوا معنا وقلت لكم الانتدابات ديالنا هو الجمهور وداروا لو غول ديالهم جاو الصايمين فطروا في الستاد من الدقيقه الاوليه ما تلقوناش عاونونا ملي كان العيا عاونونا وعلى هادشي بحال اللي قلت الدراري لا ميطون ومن الاول قلت لهم حرام مع هاد الجمهور ما نتقاتلوا حتى الدقيقه الاخيره والله عاوننا الحمد لله دابا ما درنا والو وصلنا للدومي فينال دابا غنفكروا في البطوله عندنا كاس العرش ومن بعد غنفكروا في الشامبيونز ليغ ان شاء الله بون كوراج.